صنفت على أنها فنانة تجيد أدوار الإغراء، فأثبتت للجميع عكس ما أشيع عنها عندما وقفت أمام نجوم كبار أمثال أحمد زكي ونبيل عبيد. الفنانة خلود دخلت الفن هرباً من مصيرها الأسري، وهذا ما سنتعرف عليه بالتفصيل في حلقة اليوم، وكيف استطاعت أن تحول حياتها الفقيرة إلى حياة مليئة بالشهرة والفن والأضواء، فتابعونا. خلود هي فنانة مصرية ولدت في القاهرة يوم 10 أغسطس 1962 من أسرة فقيرة تعيش في إحدى الحارات الضيقة بالعاصمة. أحبت الفن منذ صغرها وتابعت العديد من الممثلين وكانت تقلد أعمالهم في المنزل. اكتشفت والدتها تلك الموهبة فرأت فيها الفنانة الموهوبة فشجعتها على تنمية مواهبها. لم تستطع خلود الحصول على فرصة للدخول إلى عالم الفن منذ صغرها، فظلت تبحث عن العديد من الطرق مهما كانت شاقة، وواصلت خطة البحث إلى أن قدمها أحد المكتشفين لموهبتها إلى إحدى الشركات التجارية. بدأت أول أعمالها كمروجة للأعمال التجارية، وبعد أن قدمت أكثر من إعلان عرفها المخرجون وقاموا بعرض بعض الأعمال الفنية للمسلسلات الدرامية والأفلام السينمائية عليها للاشتراك بها. وافقت خلود على جميع الأدوار التي قدمت لها. قدمت الفنانة خلود أول عمل سينمائي لها في عام 1985، وهو فيلم الشاهد الأخرس مع الفنان كمال أبو ريا، ثم قدمت مسلسل بنات الثانوية من بطولة أحمد مظهر وسماح أنور. بعدها شاركت في فيلم فضيحة في حارتنا مع النجم خالد زكي والفنان حسن عثمان. فيلم شادر السمك عام 1986 هو الفيلم الذي أثبتت فيه موهبتها، حيث وقفت أمام أحمد زكي وقدمت دور سوزي، السيدة التي تتزوج من أحمد زكي وتنقلب حياته رأساً على عقب عندما ينقلب على زوجته الأولى نبيلة عبيد. الفيلم الشهير أبناء وقتلة، والذي يتحدث عن التغيرات الاجتماعية بعد ثورة يوليو وكيف أصيب المجتمع المصري بتغيرات عديدة حتى التسعينات من القرن الماضي. كان للفنانة خلود دور جريء في هذا الفيلم، وقد وقفت أمام محمود عبد العزيز ونبيل عبيد وشريف سلامة. ومن أعمالها الفنية الأخرى اليافطة، نوبة حراسة، تزوج وابتسم للحياة، أحلام وردية. الفنانة خلود من الفنانين الذين لم يستطيعوا نيل شهرة واسعة، على الرغم من تقديمها للعديد من الأعمال الفنية التي وصلت حصيلتها إلى 18 عملاً فنياً. غابت عن العمل لفترة طويلة وعادت إلى الفن بالمشاركة في فيلم خالي من الكوليسترول مع الفنانين أشرف عبد الباقي وإلهام شاهين وحسن حسني، ثم انقطعت عن العمل وأعلنت اعتزالها الفني. لم تتحدث الفنانة كثيراً عن حياتها الشخصية، فهي تعتبرها شيئاً خاصاً بها لا يمكن لأحد الاطلاع عليه. وأذيع العديد من الإشاعات عن خبر ارتباطها وطلاقها المتعدد الذي لم تصرح عنه الفنانة قط، ولا أحد يدري سبب اختفائها المفاجئ عن شاشة التلفزيون وسر اعتزالها للفن. والآن عزيزي المشاهد، لما لم تستطع الفنانة خلود أن تثبت أقدامها على الساحة الفنية؟ كان معكم رشا رجب.